سواء كنت نائب نرجع موضوع الاخو سعد على هذا المنصب وقدر نعود السالفه انك تستاهل المنصب وانت ستسجل بالتاريخ تبارك لك رجال قلت جيبات هذا الاسبوع فينا وخليتك مبروك مبروك بس جيبات منصب لك بالتاريخ لك القوه الثانيه الوحيده اللي ما دخلتني محمد الله يسعدك والله انا ما انا بهذا المنصب الا خادم لكم بل اي شيء تبونه الملف عندي من الحين ابغى اغير اسمي انا بدال منظم ابغى اغير اسم منظم الى خادم المنتجع لا امر انتم بس وانا اطامر اداء اداء صح عليك يا اخي ما استشرتني بالاسم ما استشرتني معليش معليش تسلم على المنظم اصبر ما استشرتني بالاسم اقسم بالله يا سعد تراني منغث تنط علي بسالفه ايوه ولا شيء لا اشيل اسمك منغث يا وليد وليد انا عندي اقتراح ترى احط لك نسبه 5% ترى